أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الصحة. نناقش الليلة الواقع الصحي للمواطنين على ضوء المخاوف من انتشار الحمى النزيفية وحمى الوادي المتصدع وكذلك حمى الضنك. نعرف الرأي الطبي حول مختلف أنواع هذه الحميات من خلال رأي طبيب مداوم في الحالات المستعجلة، كنا قد سجلنا معه في وقت سابق أثناء تحضير لهذا البرنامج، وكذلك نتعرف على أرائكم حول هذا الموضوع الهام. ولمعرفة موقف وزارة الصحة الموريتانية أستضيف مستشار الوزير والمكلف للاتصالات البروفيسور شيخ باي والمخاطرات. أهلا بك يا ضيفي الكريم، أستقبل مكالماتكم على الرقم 45 24 80 09، وكذلك عبر صفحة القناة على موقع فيسبوك ساحل تي في، وكذلك على الموقع الرسمي www.sahel.tv. أهلا بكم جميعا. نبقى مع رأي مع المداخلة الأولى لوزير الصحة الموريتاني التي أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم الجمعة الفائت، ثم نتابع الحلقة. هاي الحالات الوفاية، أنا كوزير صحة عندي جميع الحالات وموثقة. هذه الحالات كلها كل واحد منها كان عنده مرض آخر مزمن، إما كان مصاب بالتهابات الكبد، إما كان مصاب بالسل الرئوي، وإما كان مصاب بالفشل الكلوي. وهذه حالات موثقة وثابتة. معناه شنو؟ معناه أن ما يالتنا نقول إن كل وفاة خلقت في الزمن اللي ذهو مرتبطة بهذه الحمى لديه. جيد. البروفيسور شيخ باي، لو بدأت معك بالسؤال الأول، طمأنت المشاهدين عن الوضعية الصحية المتعلقة بهذه الحميات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نريد أن أشكر قناة الساحل على هذه الاستضافة، والحقيقة أعتز بها لأنها أول مرة نعدل مقابلة مع قناة الساحل. خاصة في ظرفية مهمة. وعلى كل حال نختار نبدأ في البداية نقول لكم عن الحمد لله اللي له نهارات ما ظهرت أي حالة جديدة من الحمى الوادي المتصدع، وعن أغلب العدوى هم كاملين المحتجزين اللي كان بسبب الحمد لله براء وقاسوا هل هذا بصورة رسمية هو ذكره معالي الوزير ذرك، وأنا اللي نأكد اللي قال كامل الحقيقة، وهو الواقع الحالي اللي ما فيه مجاملات ولا فيه اللي التفاف، واقع حقيقي يعني هو الخالق. زين، في انتظار أول مكالمة معنا الليلة لنبقى مع تصريح أدلت به وزيرة البيطرة الموريتانية فاطمة فالم تصوينع حول العلاقة بين الحميات والأمراض المنتقلة عن طريق الحيوانات المتابعة. كانت وزارة البيطرة دائما تسعى أنها في المواسم المسبقة لفترة الخريف تقبض إجراءات احترازية لمراقبة مرحلة المرض، يعني لين يظهر منه حالة ديكلانشي وتخلق أليرت النوها، وهذه الإجراءات اتخذت وثبتت نجاعتها سنة 2012. وطبعا القطاع دائما يواصل الإجراءات منذ شهر 7 مسابق موسم الأمطار، يقبض عينات خاصة من الأغنام اللي هي أكثر قربة لهذا المرض وأكثر حساسية به، وذوك العينات تتم مراقبتها دائما، لكن في حالة إذا ظهرت حالة واحدة يحافظ تنبض الإجراءات الوقائية والالتزامات اللي مطلوبة في النوع من الظاهرة النوع من الظواهر، وبالتالي محافظة على صحة الإنسان وأكيد خدمة لصحة الحيوان اللي يخدم في الأساس من الأول صحة الإنسان. جيد. سيد البروفيسور، شن هي الحالات اللي اضطريتوا انتم وزارة الصحة من الساعة اللي رسميا عرفتمكم أمام حالة من أنواع الحميات الجديدة علينا اللي هي الوادي المتصدع، شن هي النقاط اللي اضطرت بالتعامل مع هذا، ومن دركانكم رسميا تعتبروا ذا وباء، وشن هي المناطق اللي ظهر فيها المرض،
وشنو التدخل الرسمي لعدة الوزارة إياك تحد من انتشار هذا المرض؟ جيد. احنا هذا المرض اللي قالوا حمة الوادي المتصدع بالحقيقة ما هو طاري البلد لا تظهر فيه قد نقول ثلاث مرات سابقا، وهذا طبعا أعطى تجربة كبيرة للطواقم الطبية من أجل تكفل بالحالات. وفي الوضع الحالي الوزارة عدلت جملة من الإجراءات مهمة، من بينها تفعيل بنوك الدم وتزويدهم بالدم في الداخل، لأن الحمى النزيفية أكثر مشكلة فيها هو الدم اللي يمشي من الإنسان، يفقد الإنسان ولا بد من صفائح الدموية تعرض لا بد من تعويض، وهذا قبلت الوزارة بصورة مستعجلة، وذاك النقص كامل اللي خالق تم تقلب عليه. كذلك تم إبعاث جملة من مجموعة من الأخصائيين في مجالات مختلفة، يعني جميع الجوانب المتعلقة بهذا المرض كل حد عنده تخصص فيها، مشى وشور المناطق اللي معنية بهذا الوباء. وإحنا فعلا قلنا عنه وباء، من بعدين دور نشوف قضية الوباء كيف بالصحة العمومية تعريف الوباء وتعريفه. جيد. فأثناء ذاك لهنا نشرك المتصلين وأذكر جميع المشاهدين الراغبين في الاتصال بنا فمرقم يمكنهم من هذا الاتصال. معايا محمد، مرحبا بك محمد، شحالك ياك لباس؟ السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام، شحالك ياك معافي؟ معايا البروفيسور شيخ باي الناطق بس وزارة الصحة، لعل عندك سؤال. مرحبا بك سهل، السؤال لو سمحت. طيب عندي أسئلة. إيه وطني اثنين منهم. هذا الأول، عنا إحنا المواطنين نعيش حالة من الإرباك. الحكومة ما بحثت لنا حقيقة هذا المرض، وعند أطباء عادوا حقيقة المستشفيات الحالة يرجع لها. المستشفيات الأطباء من روحهم، واحد دائما يقع خايف من المواطنين اللي يجون قبل سبع حمل يهرب عنهم قاع. سمعت. وطالبين دولة من هون دولة توضح أن حقيقة هذه الحمى المنتشرة في البلد هي ما هي حمى واحدة، هنا ثلاث حمات والله، وتوضح أن حقيقة ما تخلي المواطنين ضحية للشائعات. سمعت. السؤال الآخر حقيقة ما هو صالح، هو جيت راوري أنا ومجالتهم يعرفوا شيء المستشفيات. المستشفيات أنا أتكلمك عن مستشفى ذاك المركزي، عنه مستشفى الحقيقة حالة يرهى لها. والسؤال محمد، السؤال شنو؟ السؤال هذه معلومة طيتها. هو قال لك السؤال الأول هم تضارب زي اللي يقولوا هم دور حقيقة الوضع عن حالات الوفيات وزدنا السمع. لا هو اللي بدأ بيه، كان السؤال الأول لين علوا له بعد مدياك تمونك من الإجابة. لو سؤالك لو دور توضيح عن 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 حالة الوفيات وحالة زيد مهمة يطمنوا ان زين. ايوه سؤالك الاخر يطمنوا المواطنين مخرعين. وقضية اللحام، فهم السؤال قضية اللحام اللي قالوا عنه ما ينسكت يوضحون حقيقته. ايوه شاكرك محمد، مرحبا بك سهل. السؤال الأول المشاهد محمد اللي يدور يعرف حقيقة الوضع كبار شنو هن المواطنين المخلعين بهم الشائعات الأنباء ما هي دقيقة. أولا أنا أشكر المتصل، حقيقة سؤال جيد، ولكن نختار نبدأ له عن ولا يتمونك ويتمون كل المواطنين. وزارة الصحة مهمتها الأساسية هي القيام واجبها بما يخص تغطية صحية شاملة للمواطنين وخدمات جيدة. هذا هو باختصار هو قضيته. وإذا اللي تعدل من العمل ما مديور منه أخلاق رقاج، ولا مديور منه ما هو مصلحة وطنية. لا تسمح لي بروفيسور عندي مشاهد على الخط، نعود نقبضه ونواصله في سيرة محمد وسيرة دلاهي. تفضل دلاهي من كيهيدي. دلاهي
الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. خالد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. مرحبا بك. دلاه الوقت ما هو ياسر، بعد عندك سؤال للضيف. معاي البروفيسور شيخ باي ناطق باسم وزارة الصحة الموريتانية، عندك سؤال حول دورك هاي الحمى اللي محرمة. اخوي نقول الدكتور باي. انا هاي الحمى منتشرة في موريتانيا كاملة. وكي هيدي ومقطع العزاق. والسمو في التراب. اخوي الوضعية الحقيقية. ما تبدو غير الصحة العالمية. واحنا هون مخليتنا يلا الوضعيه الحكومه والدوله والرئيس ومن العياط وسمو التراب يقولون لنا قضيه الحمى شنو هي؟ هذا يكون موريتاني مضطره منها؟ اي وزي انا كي ايدي يعني طب في كلام الحمى اللي ما عرف ايش قاعد قدامي عن الصفوف زين عود الصبح لهم الحمى راس على مره اخرى زين ونختار نعرف الوضعيه شنو هي؟ اي وشاكلك دليل اوكي شكرا. نتابع الاجواب قضيه التوضيح لمحمد اخبار الوضعيه كامل. على كل حال انا حتى اني سابق اجيكم نقبل الواقع الصحي في جميع ولايات الوطن والوزير الصحه باتصال مباشر مع جميع المستشفيات وجميع الادارات الجهويه وموريتانيا معناها هذا اللي يخلق في الداخل ويسوى خلق في نواكشوط احنا في ايدنا اخباره كامل ما خالق شيء فايتنا من الأخبار وهذا المرض اللي هو لا بد من الناس يلا تعرف عنه المرض ما يلا حد يخلع حد به هو فعلا وباء يا غير ما يبالغ فيه حتى وقضيته هذا المرض مرض يصيب الحيوان وينتقل من الحيوان إلى الحيوان وبعد ذلك يصيب الإنسان يصيب بانتقال مباشر وانتقال غير مباشر دائما الناس اللي ما تقبض الاحترازات في لمس السوائل اللي بيولوجية اللي تخرج من الحيوانات هي اللي معرضة وهذا المرض أيضا عنده دي سيمبتوم عنده مظاهر وعادة يقبض بين وضعيته البسيطة بين 4 إلى 7 أيام ويبرى الإنسان به اللي المناعة في الإنسان تتقلب على الفيروس عادة عنده حالات دي تابلو كلينيك يخلقوا هما الخطيرات اصلا هذا اللي قالوا الحمى النزيفيه واعراض يظهروا على العينين واعراض يظهروا على السحايا زين اسمح لي الشيخ باي لهنا بقاو مع عنصر من سجلناه مع طبيب مداوم في الحالات المستعجله واشرف هو بنفسه على بعض الحميات النزيفيه لين يعرفنا بحمض الضنك اولا شنو هي ونعود نتابع معك ونقبض عقاب اتصالات المشاهدين تنتقل عن طريق فيروس يصيب الإنسان عن طريق ناموس ما هو اللي ينقل ما هو نفس الفصيلة من الناموس اللي تنقل حمى الناموس ناموس مختلف عنها وهو اللي ينقلها الإنسان نقل الحمى عن طريق ذاك الناموس وحده ما تنتقل من الإنسان للإنسان ما تعدي لا مباشرة لا مساكنته لا عن طريق الهواء ولا إفرازات الجسم تنتقل لا عن طريق ذاك الناموس غير لين عض شخص مصاب وعض واحد آخر قد ينقله الفيروس هي حمى طبيعتها حميدة طبعا ما عندها علاج خاص به هي علاج عرضي هي اللي تتقلب عليها مناعة الإنسان يقير في أغلب الأحيان حمى حميدة تتقلب عليها مناعة الإنسان ما بين 5 أيام 10 أيام أقل لها فيها تعقيدات نادرة تخلق غير بعضها من يخلق العود متين شوي يعني يخلق معها تقيوات قذاف متين مرة يخلق معها قاعدة نزيف اللي هي تحرق اللي ينقلوا الصفائح الدموية اللي مسؤولة عن تخثر الدم منين تحرقوا يعني يخلقوا معها نزيف والله مشاكل مهلكيات غير نادرة تخلق فيها وهي فعلا من التعقيدات اللي تخلق معها الكمبليكاسيون من ضمنهم انه يعتبر ديزوموراجي راري غير ريدوتابل منين يخلقوا هي بطبيعتها العلاج علاج عرضي وتنتقل عن طريق معناها عن طريق الناموس إذن وسيلة الوقاية منها هي مقاومة نقلها اللي هو الناموس
استخدام ناموسيات، استخدام مبيدات، استخدام هذيك الليتي لا كونتر فاكتور اللي هو المسؤول عن نقل الحمل. بالنسبه لموريتانيا اللي خلق فيها منها، خلقت فيها فعلا في الشهر الماضي، خلقت لو سنه وان شاء الله سنتين في منطقه بريمي واختفت، ومن لو شهر بدات تظهر مناطق كيتملح وبدات تنتشر من واكشوط. خلقت منها ياسر من الحالات الحمد لله، قليل اللي يسجل في واكشوط من التعقيدات والله منها يقيري يجبروا شين قالوا لي ترين فراجي يعود الانسان اصلا يعني عنده نقص مناعه والله عنده مرض ثاني ضعيف يعدل من الشخص من نفسه ضعيف. وفعلا كل الاشخاص اللي يعودوا مناعتهم ما يمتينه والله ضعيف والله كان عنده امراض اخرى زياده اللي من تجي عليها يتعدل مشاكل، وفعلا هم الحالات اللي يسجلوا اغلبيتهم لا الاشخاص اللي عندهم اصلا مشاكل والله المرضى اللي كانوا عندهم مرض سابقه والله ضعف مناعي والله شيء هم اللي اساسا عدلت لهم. كان هذا الدكتور السيدي سيداتي لباه، وهو طبيب مداوم في الحالات المستعجله بالمركز الوطني للاستباب. نرجع لك البروفيسور، فين بعض القراءات لهذه الحمى النزيفيه شفتها بقينا نطلعك عليها وتاكد انها كانها صحيحه بشكل علمي؟ والله يقولوا ان عامله وظهرت عندنا حمى تيارت، وان هذه الحمى انه يسببها فيروس انه ينتقل عن طريق بعض الاشياء اللي ما هي اصلا في مجالنا الطبيعي. كيف تشكي قضيه شمل خشاب يجوا منها افريقيا، وبما ان تيارتي هي فيها بالاتحاديه النقل بل من وقفوا الشاحنات ان المرض بدا من فم، وانه السنه المواليه اللي هو الخريف اللي عاقبنا انه تحول لشهر وباء وعاد يصيب سكان العاصمه كامل. من درا كان قد يؤسس على حقيقه علميه والله لا اشاعات. لا شوف على كل حال نحن راك نتكلموا الموضوع اللي نتكلموا عنه الحمى واد المتصدر ما هي حمى الضنك، وان كان نقدروا نتكلموا عن حمى الضنك يا غير ذا اللي عندنا موريتانيا عنه فيه وباء يخص مجال حمى الواد المتصدر. واظن على المواطنين اكثر اهتمامهم بارك بقضيه وخلعتهم من حمى الواد المتصدر من حمى الضنك. وإن كانت حمى الضنك واللي ما مثلا عنها حمى لا نقول لك عنها الإحصائيات الدولية تصيب مليار من البشر، من أصل 7 مليار مليار من البشر تقريبا في المناطق الاستوائية من المناطق القطبية معناها الاستوائية. زين بين نقبض مصطفى مشاهد ونرجع لك بروفيسور، اسمح لي تفضل مصطفى مساء الخير. هاي شو مصطفى ايش حالك ياك لباس؟ السلام عليكم. بسرعه الله يخليك. ياك لباس عليك. ما شاء الله الحمد لله، اعطيني سؤالكم. الحمد لله ما شاء الله. السؤال عندي سؤال باختصار لا نضيع عليكم الوقت. ايه والله. والله اقتراح هذا. والله ايهم سؤال ولا اقتراح؟ شوي الاستاذ تكلم عن قضيه الدم، مركز نقل الدم وتوفير الدم. نختار نقول على ان اكثر مركزوا شوي على الثقافه هذه، ثقافه التبرع بالدم. ما هي منتشره حتى في مجتمعنا، وهذا خطير جدا على الفيروس اللي تعود هذه. يعني الحمد لله ما هي يمكن حتى درجه الحمد لله للثقافه. زين زيد الصوت. كثير في حاله حدوث امتن من هذه حقيقه نعود قدام مشكله كبيره على البلد. يعني ما عندنا ثقافه تبرع بالدم، وبالتالي المركز اللي يتكلم عنه انه موفر الدم اعتقد انه في فصائل من الدم ما هي موجوده قاعد اليوم، ما في فش واحد منه. وانا متبرع بالدم قديم ونعرف ذاك اللي يعاني منه المركز نتيجه لعدم مثلا انتشار ثقافه تبرع بالدم، وهذا حقيقة يلا تعدلوا انتم فيها دور كبير ان شاء الله. شاكرك مصطفى. تعدلوا فيها دور كبير، اياك تعود الناس شكرا شكرا جزيلا مصطفى. دائما عندها نوع من الثقافة. شكرا جزيلا مصطفى من واديبو. كان يدور لك نركزوا اللي هم الشيء موجه للاعلام ولكم انتم قضية التركيز على ثقافة تبرع الدم، وان فما مخاوف من ندرة انواع من فصائل الدم في موريتانيا. واصلوا كلامكم حول على كل حال انا نعرف وافق عن ثقافه تبرع بالدم ما هي ياسر، هو اللي دعانا في اظن في الشهرين الماضيين عدلنا حمله وطنيه للتبرع بالدم، جات
جرح اسم المواطنين وكانت حملة ناجحة. بدؤها المسؤولين يعطوا الدم وحتى المواطنين جاءوا وعادت بداية حسنة غير ما اللي نقول عن المناطق في الداخل والمستشفيات في الداخل عن جرح اسم المواطنين يتبرع بالدم وعنها ثقافة بدأت تدخل المجتمع وعنها ثقافة إيجابية وعنها مهمة وتعاون في سد نقص الملحوظ واللي لاحظ هو وبعض من فصائل الدم النادرة. وعلى كل حال اللي قد نقول فيها لا عن مطلوب من جميع المواطنين عن هذا مصلحة وطنية وعن حد شارك فيها يجبر منها ياسر من شيء يجبر منها الأجر بعد قاع ويجبر منها أيضا عن يساعد بعض من أخوته في نقص مادة مهمة. زين معايا متصل أحمد السالم لهنا ضموا المتصلين يعودوا على شكل متابع إياك ما تموا نقطعوا الفكرة اللي كنا ناقشوا. تفضل أحمد السالم نزولة. أحمد السالم ياك لباس. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. شحالك ياك معافي. تفضل بسؤالك. يا مرحبا بيك. الحمد لله. تفضل أخوي الوقت ضير. هاي تمنع نسمعنا من المستشفى من الأمراض الحيوانات. نحن يا رب الوزارة الصحة تود عبيدنا. عبيدنا المواطنين يا رب ما تخلي ملطاب لولا من الحمد يذبحون لذيذ ذحود مخالي. حبوا يوم حق عبيد النساء. على ما عرفنا كان من واحد متصدي والله هم من الحيوانات والله ناموس احنا ما عرفنا يسمى كثير. زين شاكرك احمد سالم شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا. قبيل السؤال دلاه من كيهيدي قضية علاقة بين الحم كان الحم في فترة كامل انه يسبب خطر على صحة المواطن والله لا الحم اللي من 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 حيوان مصاب بالمرض. تكلمنا عن نقطة بين علاقة بيناتهم الواد المتصدع يا الله حد يخرص فيها مولي بالإضافة للانعكاسات على البشر وعلى الحيوان انعكاساتها الاقتصادية على المنمي غير مولي ما يا الله حد يبالغ في شمل الأمور. هو الحيوان المصاب هو اللي فيه الفيروس. الحيوانات اللي ما هي مصابة ما تشكل خطر. وهذا الفيروس يموت على درجة حرارة تقريبا 56 درجة معناها عن أي شيء لاهي يندار على درجة 100 درجة هو الملين يتبخر معناها أنه الحق 100 درجة هذا يقضي نهائيا على الفيروس. كذلك الألبان تناولها من حيوان مصاب وهذه ثقافة نحن مازلنا حقيقة التثقيف الصحي مازال في تأخر كبير وجوانب مختلفة خاصة في المناطق الداخلية وهم إجراءات أصلا تعدل ما هو قاع وزارة الصحة وزارة البيطرة هم إجراءات من أجل الوقاية ومكافحة هذا النوع من الأمراض. يا الله هم عودوا إجراءات هم برنامج وهو خالق في الوقت الحالي يالله يعود يفعل برنامج تلقيح الحيوانات يعود مستمر يقير عود ملي ثابت ويعود يعدل سابق مواسم الأمطار يعدل سابقها. وكذلك البليدات اللي فيهم الحيوان المصاب والله ظهر فيهم بعض من الحيوان المصاب ذاك الحيوان إلى قد ما يقيس المناطق الأخرى ما يتحرك صور المناطق الأخرى ياك ما ينتشر هو اسمه. زين وكذلك تفعيل الرقابة على مستوى إدارات الحيوان المختلفة وهذا فعلا الحكومة والسلطات قبلت إجراءات مصاحبة وبدأ فعلا بدأ يعدل يقال هذا البرنامج لا يعود ممتد على السنة كاملة ما هو إلا في الفترة واحدة به اللي مولي المنمين هذا تلقيح لعدل الحيوانات ياسم المنمين ما يبقى به اللي يودي ياسر من يقول هو مطراح يودي قال يعدل الفترة أكثر من هذا ويلا تشارك فيه الناس عارف عنه فيه المصلحة العامة ومصلحة حيوانه ومصلحة البشر معناها عنه ما يلا حد يتقاعس عنه.
بروفيسور. هم اجراءات اخرى الادوكاسيون في لا سانتي اللي هو التثقيف الصحي. يلا حد يعود اللي معتني بها لمستوى البشر. وهي احنا على كل حال على مستوى وزاره الصحه قدمنا فيها بعض من المعلومات. كيف قال لك هو فعلا المراقبه على ما امكنه الذبح وظروف اللي يعدل فيهم الذبح. كذلك نحن بدانا نبث سبوت سكتش سبوت للوقاية. كذلك بليدات اللي فيهم الناموس الناس طلب منها عنها تم تعمل الناموسيات وقسمنا منهم ياسر قسمنا منهم ياسر وكل عام تقسم منهم عدد كبير. كذلك هو أبسط إجراء غسيل اليدين. الناس اللي الناس مثلا ما هي طارحة عنه عنده ياسر يفك من ياسر من المسألة ياسر منها ما يعدل. اسمح لي للمقاطعة بروفيسور بالعودة لأول بيان أصدرت وزارة الصحة. قال إن الحالة لكم شفتوها يوم 14 في سبتمبر الماضي وجاءوا المعلومات بعض اللي هو أول مرة يتعرف المواطن الموريتاني نفهم حالات رسمية اللي تعرف عليه. عقب ذلك ظهرت رسالة وصفت بالمسربة وكانت موجهة وزارة الصحة شور منظمة الصحة العالمية. من درا كان فهم تناقض بين الأرقام اللي خاطوا في الرسالة والأرقام اللي طيتوا أنتم للشعب الموريتاني. من درا كان هم على نفس الدقة والله فهم شي نعطى للمنظمة ما هو اللي طلع عليه الشعب. نحن ما قد خلق فينا تناقض. والرسالة ما اللي قاع في طاراش. نحن ما قد خلق فينا تناقض. أي تناقض. وثانيا ما قد أشحد نشي. لا عن الشعب الموريتاني ولا عن المنظمات الدولية. به اللي كل جانب عنده مسائل تخص به. المنظمات الدولية خاصة بعد اللي نقول لك المنظمة العالمية للصحة هي الله يعرفوا المواطنين يعرفوا السياسيين يعرفوا المنظمة العالمية للصحة ما هي منظمة كيف المنظمات اللي قال أجنبية. لا هذه منظمة دولية معنية بالصحة واللي ناشئها الدول مسؤولينها الكبار اللي انتخبهم الدول معناها عنها مصالح الدول كيف تدول فيهم وتعتبر مستشار رئيسي في مجال الصحة مجال الصحة العمومية الموريتانية معناها عنها ما هي أجنبية. احنا اليوم حد اني نقول لك نقبل لك مثال القارة الإفريقية معدل الأوبئة فيها تقريبا أكثر من 50 سنويا. اللي تعود منظمة العالمية للصحة ما تعطينا احنا أخبار الدول الأخرين اللي فيهم الأوبئة معناها عنا ما تات عندنا معلومات هم تبادل المعلومات بين جميع الدول وخارجين بعض من الأمراض إلزامي فيهم تصريح وتبليغ لازم عن أي مرض خلق في دولة يعلم به الدول الأخرين معناها عن تكتم وها روايات كانت ما لا داعي له. احنا مولي الحالات اللي ظهرت الوساهة والأرقام يقول كل حد يتكلم هاو الحالات اللي ظهرت ما هو كل حالة ظهرت يقول حد عن حمى نزيفية هم حالات اشتباه وحالات الاشتباه يعدل لهم تعدل بعض من الفحوصات تجرى على عينات الدم وذوك الفحوصات هم اللي لا يثبتون عدد المصابين. احنا هون موريتاني نعدلوا الفحص الاولي وبواسطة مثلا نوع من الفحوص على اليزا وهذه الفحوص اللي هما ينقالهم بالفرنسية لدوزاج إيمينو أنزيماتيك هذا يعدل ويعطيك تحاليل أولية خالق اللي ينقالوا PCR لا ديتكسيون دي زانتيجين تعدل هنا عهد باستير وهذا الملي ما يكبر أحد عنك. يعني كل نقطة كنت. هاي لا نشرح حالك. إذا عقب 55 سنة من الاستقلال مثلاً. لا نشرح حالك. شوف حالي المرضانة. شوف وارك لين نهار انهارات في دول غينيا ودول سيراليون وليبريا ظهرت فيه إبولا. قبوا رؤساء إفريقيا كاملين وجمعوا وقالوا عنهم لا يعدلوا مركز.
مركز المكافحة للقارة مراقبة الأوبئة، وهذا المركز له يعدل 5 مكاتب جهوية، وله يخرص المكان في كل دولة، يعني المركز اللي يتعدله يا الله يعود عنده من الشغل اللي كافي، له يعدل منطقة كاملة من الدول الإفريقية. وثانيا هذو المراكز إلين يعودوا ما هم أمولوجي بار منظمة العالمية الصحة، ما يقدروا يعطوا تقارير رسمية وما مثلا عنهم هم معطيات دولية يلتتوفر. هو ما هو السيني قال وحده، هذا مركز باستير، ما هو السيني غرب قال أفريقيا يعني. مثلا عنه مدور مجموعة فيه مجموعة من الدول سمعت، وهذا هو الناس اللي معدلته. نحن الصا يا قاع نتمونكو لهم طوروا هذا المعهد الوطني للصحة العمومية لا يتم تطويره، وهذا الجهاز اللي عدل لا ديتكسون دانتيجن قالوا هو اللي قال الوزير بتصريح اللي عدل تبارك انه ان شاء الله لا يجي نهاية اكتوبر، هذا اللي ماشي هذا اكتوبر. بروفيسور لهنا بقاو مع وقف نظموه الشباب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الكتاب بعض المهتمين، وعدلوه امام وزارة الصحة يوم الجمعة الفايت يوم الخميس، ونعود نتابعوها ونرجعوا. صحتنا هي الأساس، صحتنا هي الأساس يا وزير بلا إحساس، يا وزير بلا إحساس صحتنا هي الأساس، 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 صحتنا هي الأساس يا وزير بلا إحساس صحتنا هي الأساس. موريتانيا يوم الخميس البيت، نبقى مع أحد المدونين اللي قلنا رأيه سبب الوقف شنو هو شنو مطالبه. من هذه الوقفة نحن عبارة عن مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والمدونين فيسبوكيين ونشطاء الواتساب، نظرنا هذه الوقفة هون تدخل في سلسلة إطار سلسلة نشاطات إن شاء الله احتجاجية لتنظيمها إن شاء الله ضد هذه الحكومة والطريقة اللي تتعامل معها مع هذه الحمى النزيفية اللي حصدت ياسر من أرواح المواطنين في نواكشوط وفي الداخل في الوقت اللي الحكومة منشقلة في شرح الحوار وشاغل وسائل الاعلام ما يمخلي تعدل التعبئه للمواطنين ضد هذه الحمى، والبعوض منتشر ومستنقعات منتشره في كل احياء نواكشوط. هذا اضافه قطعا ياسر من الارهاق على كاهل المواطن، بيدي المواطن يعيش تشوف الاسره تمرض كامله يعود فيها 5 أشخاص 6 7 يقيسوا الطب كامل كل واحد تزقلو 10,000 15,000 وهي ما عنده الدوله يا تتحمل مسؤوليتها في اطار هذا الوباء اللي هو حمى النزيفيه هذه وحمال واد المتصدع. وهذه ما هي يكون بدايه جمعتنا ان شاء الله هون، ما هو تحت اي تسميه معينه وما هو تحت اي عرق ولا هو تحت اي انتماء سياسي ولا انتماء حقوقي، يجمعنا فقط الوطن. جيد، كان رأي أحد المشاركين في هذه الوقفة. البروفيسور مبدئيا شنو هي الفرق بين حمى الضنك العادي اللي قبلتنا كامل ذي الخريفة وحمى الوادي المتصدي؟ على كل حال نختار بعد نعلق تعليق على هذا. والله يتفضل. أولا نختار قدر من احنا نتفهم مشاعر المواطنين بصورة عامة على مستوى وزارة الصحة، غير ملي نختار المواطنين يتفهموا المجهود القائم به وزارة الصحة، خاصة عمال وزارة الصحة قائمين بمجهود كبير محاربة الأمراض، عمالهم وإدارتهم قائمين بمجهود كبير محاربة المرض على عموم التراب الوطني، وحد ينزل البركة عمال هو أي رقاج له يجيب شيء ما يقدر يجيب الموريتاني، ما هو المواطنين الموريتانيين اللي أطباء وأخصائيين وممرضين وعرفوا عنهم عندهم نفس الإحساس وعندهم نفس الشعور
بأهمية عنهم باللطف مع المرضى ومراقبتهم ويعطاهم العناية اللازمة. هذا عمال الصحة في الحقيقة قائمين بمجهود كبير، ومونك عندهم يتم ويسمعوا من المواطنين كلمة مرة. يسمعوا كلمة شكر ويسمعوا تقدير من المواطنين، يتم دائما مثل اللي قال عنهم قصرين وما في تقصير. احنا يمشي مواطن جملة من الإجراءات بروفيسور، يمشي مواطن شور مركز صحي مثلا، ولا يجبر ممرض ولا ما يجبر طبيب ولا ما يجبر خدمات صحية، كان يتوقع طبيعي أن يتمر ولا يتمونه. بخصوص الحمى النزيفية جميع الحالات اللي خلقت تكفل بها مجاني، مجاني ما مخلص عليها حد. سبب الحمى النزيفية حمى الضنك مواطني يفرجبه. وعلى كل حال الأطباب حد مثلا يخرص هم تحسن دائم، هم تحسن دائم. احنا كنا عندنا اولا مشاكل البنية التحتية تم التقلب عليها، كان عندنا مشكلة الأجهزة تم التقلب عليها، كان عندنا نقص كبير في الكوادر البشرية، الحمد لله بدأ يتقلب عليها. الكفاءات موجودة والمشكلة والإرادة موجودة، ما هي عند الله رجاج واحد هو واللي يتكلم، الإرادة موجودة، هم إرادة وطنية حريصة عن هذا القطاع، عن نعود قطاع يعني مثالي في المنطقة قاع كاملة وفي المناطق كاملة. يقير بعد الواقع ضرك، الواقع المعيشي للسكان في جانب الصحة على الأقل ما هو بذاك من المستوى اللي فتنا عدد من دوره كاملين كموريتانيين. مازال أغلب الموريتانيين تعالج من الأمراض الصعبة مرقب، مازال الوضع الصحي أحيانا يوصف بالمتردي، وقضية تجهيز البنى التحتية الصحية طبيعي، إذا تحسن طبيعي عمر الدولة 55 سنة ويعود تعود الأمراض اللي كانوا يقضوا علينا ل 20 سنة مات. وهذا كامل طبيعي وله مقرر في حد به اللي دولة أهميتها هو خدمة المواطن وهو الإنجازات المتعددة. يغير مولي لين تعدلها وتعود عندها إرادة وتعود عندها اندفاع، هذا جانب إيجابي صحيح. هي عيات تعود خالقة وتعود ما هي معدلتها. أنا شخصيا عندي أكثر من 25 سنة في القطاع، معناها أني لاحظت وحضرت الياسر من السياسات الصحية وشاركت فيهم كعنصر فعال فيهم. لين يطرى تحسن في الوزارة نقول عنه يطرى، ما فصل عليهم نقول عنه ما هو خالي. زين، معنى هذا بالتعليق على وقفة معناها عن مواطن مولي لين يشوف تحسن خلق. احنا على كل حال هذا المرض شنو نقدر نعدله فيه؟ هي هم جملة من الإجراءات عالميا معروفة انها تعدل، هذه جملة الإجراءات كاملة نحن نفذناها ولكن ما نفذناها ما نتقلب على المرض. انا قلت لك عن نارك النهارات متى تظهر حمد، نحن واقف من الساعة اللي بدأ رسميا عندها 8 حالات وفاة بسبب حمد الوادي المتصدع في مرتين ما لحق. اللي اعلن وزير الصحة في المؤتمر الأخير انتم قلتوا هاركاتي اياها، يقال قاع الأساسي في القضية هو ان شاء الله نحن على مستوى وزارة الصحة جميع الإجراءات المصاحبة من اجل التصدي بقوة اياك هذا المرض وكافحه ولا تنتشر إن شاء الله ولا تخلق السنوات المقبلة. هذا هو الأساسي. وتعود ملي الثقافة الصحية عند المواطنين تعود أرفع من ذلك، تعود مثلا ثقافة قادين عندهم هم من أنفسهم على مستواهم عندهم من الثقافة اللي يوسم الأمور اللي يودي لهم الأمراض يتفداه. زين، أول بعض يطالب وزارة الصحة الموريتانية بإصدار بيان يومي يصف الحالة الصحية على عموم التراب الوطني بدل من ترويج الشائعات اللي أغلب المواطنين يجبر مصادر الإخبارية من 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 جهات قتعود ما هي مخولة أكثر قبيل أخباركم توم الوضع الصحي. من دراكانكم على عندكم نفس الشجاعة الأدبية والأخلاقية اللي تقدوا تتموا أي حالة وفاة وسجلت في صفوف مواطنين تعلموا بها بشكل مثلا على شكل بيان رسمي، والله لا يتم والله مراعاة مشاعر المواطنين وعدم بث الخوف في صفوف المواطنين قد يمنعكم من تطلع عليهم. هذه القضية له، احنا انا سمعت بعض من الصحافة اطرحها على وزير الصحة، قضية بيان يومي لا اطرح لي عن الصحافة يتم اشراكها وتم تجبر المعلومات. احنا ما جانا حد صحافي ما تجاوبنا معه،
ما جانا حد بعد في المرحلة ما جانا حد يدور معلومات ما أعطيناها معلومات يقال يا واحدين ما يجوا ويقولوا عنهم شاب احنا على بعد كل حال بعد جينا وطلبنا ما لقاكم نحن ما قط ما قط ما قط قال إن مسؤول كبر منا أن ما نتكلموا أن ما نقول وكذاش ولا كذاش زين احنا مسؤولين على مستوياتنا واللي نختاره نقول ولا الشيء له يطمئن المواطنين العمل الحقيقي العمل الميداني معدل ما لابد من قولانه معدل بصورة دقيقة وماشي فيه ماشي فيه مهمة الوزارة تعدلوا يوميا وتعدلوا في الخفاء وعمال الصحة يخدموا بوفاء في المستشفيات وفي المراكز الصحية في الخفاء أيضا ما هم عدلينها لزيد ولا عمر عدلينها من أجل خدمة مواطنينهم وخدمة دولتهم زين ليه نبقاو مع السؤال اللي طرحنا على الطبيب المداوم اللي يشرف على علاج حالات من هذه الحمى المنتشرة قضية هل كل حمى ضنك هي حمى نزيفية ونتعرف على الإجابة مع الدكتور سيداتي اللباه ونرجع لكم الضنك طبيعة حمى فيروسية النزيف قلت لك على أنه تعقيد من الحالة من نفسها يتعقد بنزيف يقير دائما قليل إلى خلق عود عيود متيني قير لا قليل راه هي قبل تنواك شوط كان الناس الحمد لله نعرفوا قليل رقاش إيش يستكم نزيف معه سجلوا منه حالات بسيطة على أساس دائما يعودوا عند الواقي إيش عندهم أصلا مشاكل في تخثر الدم والله الناس كانت تقبل الأدوية اللي أنتاك ريقا بلاكاتير كيتلا سبيجيك والله وهذا فعلا قلت خلق بعض من الوقت خارج بعض من المرضى قبالها سبيجيك ما بطبيعته يعرف أن الحمى يقبالها سبيجيك وكان قارض في القضية وتعدل له مشاكل أنه يجبر عرف مرة والله شوية نزيف في الفم في اللثة مرة أحيان قاعد تقيؤات للدم يقير قليلة تخلق مع حمى الضنك طبيعته ما يحمى يعني حمى حميدة بطبيعة يقير فيها تعقيدات من يخلقوا قليلين يقير عيوة يخلقوا زين نشرك المشاهدين في اتصال على الجهاز ألو مشاهد محمد فالش حالك يا كلباس السلام عليكم ورحمة الله تفضل يا مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أنا بخير سوى الدكتور ألو تفضل تابع نصنت له نصنت لك انا والبروفيسور اوكي انا بعد متحير من المدر جاه وباء وقلبت تعرف دواء كم قاعدت وفعلا نحن وباء يقدر يعطي بعض تعادل بالصحة العالمية تتدخل دواء ما تم ولا قاعد ينسوهم نحن دواء ما عرفنا السؤال شنو السؤال بالضبط شنو ما يتواسف يدور يعطي تحرى عن الدواء محمد فارس سؤالك بالضبط شنو صيغ لي السؤال توف بالضبط لماذا الدولة ما تبحث عن الدواء عن الدواء يتحمى واضح لماذا تبحث الدولة على المساحة العالمية هذه الدول جيرانها الطبقة المغرب هاي تونس زين شكرك محمد فارس ايوه شكرا يطرح السؤال على البروفيسور ضرك لعدد متصل اخر مساء الخير متصل الو السلام عليكم الو محمد رمين من وادي بو مرحبا بك ياك معافي معك تفضل سؤالك شاكرينكم على البرنامج ان شاء الله الحمد لله يا مرحبا بك عندك سؤال شاكرينكم على البرنامج ايوه حتى نحن شاكرينك على المتابعه الو لعد ذم سؤال محمد رمين الو محمد رمين لعد ذم سؤال محمد رمين الو انا صنت لك نقص التلفزيون شوي واطرح سؤال للاسف انقطع الخط محمد فال مشاهد اتصل علينا وسوى لماذا الدوله مثلا ما تتود للحل لهذا الوباء ولا طلب الدعم من منظمه الصحه العالميه ولا من دول الجوار حسب سؤال هذا ما عينه في دول الجوار هي قلت لك هذا الوباء اللي قال والله المرض اللي قال له حمى الوادي المتصدع الى حد الساعه ما عنده لقاح والدول اللي يعدل له دول اعراض في حد قابض الحمى وداوى عنه مثلا حد قابض الام في المفاصل ولا شيء يعطى له دول الام في حد في تقيؤ يعطى له دول يوقف التقيؤ وفي حد قابض نزيف يعطى له دواء يوقف النزيف ما هم شيء خاص به هو ما فهم وحنا هم جملة إجراءات وقائية وعلاجية
قلت لك عنها جميعا تم اتخاذه. ما بقى من الشيء قد يعدل ما يعدل، ولا كان ما يعدل ما يعود لا قدر الله يعود اكثر اكثر من اليوم. الحمد لله نحن بوضعيه صحيه مريحه مستقره. احنا كنا الايام الماضيه نطلعوا لوقات كامله في الليل وفي النهار ودماسة هاركات اياها دماس الحمد لله ما طلعنا فيه عادي فيه، لانه وضعيه الحمد لله يتم التحسن فيها. وهذا حد يعرفه اللي كان خالق نقوله ما هم شيء داعي له. عند مشاهد من وادي اسمح لي دقيقه، تفضل مشاهد. الاسم؟ الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. حمودي شحالك ياك معافي؟ سؤالك للبروفيسور ناطق رسمي باسم وزاره الصحه. السلام ورحمه الله. عندك سؤال حول وادي المتصدع؟ جزاك الله الحمد لله. عندك سؤال حول موضوع الحلقه؟ نحن هاي الحمى نحن ما عرفنا شنو هي. ديك الساعة الوزير ما قالنا ما يحم في الوادي المتصدع، ما يحم في هذه ما يحم تيار تاي والله حمت يدخل المال هيا شي قالها حمتاش ما نعرف الحمات خالقي ضنك حمودي عينك لحمة الضنك الضنك هذه الوزير فات قالنا ما يحمت الضنك ما فات وما بتنعرف لي شنو هي قاع. وانت سؤالك بالضبط شنو؟ وهي فات انه عقب التداهية وبارك جات هي حمت الوادي المتصدع. يلا الحكومة تقول المواطنين هذه المشكلة شنو هي؟ مش فحوصات شو امريكا ولا الخارجية كانت تعدلنا الفحوصات يعاد وباء العيال بدأ نعود نعرفه بعد إذا أكبر حد زرنا والله شي نعود نعلمه به. واضح. شاكرك حمودي مرحبا بك سهل. ايش ترد عليه على كل حال لتوضيح في هذه القضية هو ما يلا حد يخلط المسائل. ناصرك اللي متعلقة به قضية حم الوادي المتصدع كيف قال لكم الدكتور قبيل عن حمة ضنك. حمة الضنك احنا اذا كانت اعلنت كوباء نقولوها ما نشحدوها. لماذا قلنا عن هذه وباء ولا قلنا عن الاخرى وباء؟ لماذا؟ لا بد بعد يعود حد يعرف الاسباب. على كل حال حمى الضنك فيها نوعين. فيها نوع عادي جدا يؤخذ على يوفر عند ثلاث ايام الاربعه والعلاجات سيمبتوماتيك مثلا الاعراض توقف في نهاية. هذا اللي قال له حمى الضنك نزيفيه الين ما تخلق ما يلا حد يعدلها. احنا لين خلقوا الحالات النزيفيه مشيناها مشوار المعاهد وفائده قاع هذا المعاهد الخارجيه لكن عندنا بي سي ار هون وعدلنا جميع الفحوص هون لين قال عنا اللاك تمنع الروايات لهم لين عاد الصيام مش مشوار الخارج جهه خارجيه هذا رقابة إيجابية. زين صارت رقابة إيجابية بل محل أهمية المعاهد اللي معدل الـ OMS معدل لهم أمولوغاسيون. معناها أظهرنا عن هذا المرض الموجود أنه حمة الوادي المتصدع وقتي عاد وافي لنرجع نقطة وعنه ينتقل من الحيوان إلى الحيوان وعنه يصيب البشر وهم إجراءات وقائية يقبضها رقاش. زين الحمد لله دور يختفي إن شاء الله وبدأ قاع فعلا يختفي إن شاء الله. لا هنا نبقى مع مشاهد قبل أن نوصل نقطة التكفل بالمريض اللي عنده حمى الوادي المتصدع على الحمى النزيفية وين نرجع للدكتور اللي تكلمنا عنها. نعم مشاهد مرحبا شحالك ياك لباس ياك لباس ياك خير. أهلا وسهلا ما شاء الله. سؤال عندي تسئلة نقاط كيف تسئلة تفضل. قلت لك عندي واحد منهم نادى البروفيسور قبيلة قال عنهم هم العمل ما يقول لا شيء يطمئنوا به الشعب. وذاك ما هو اللي ندوره. لماذا ما يعود التصريحات للعامين ويقولوا ان اللي موجود الامراض اللي خالقه وش خالق من الحالات بيدوا منتشروا وبائل عندكم انتوما منتشروا المطربين من وزارة الصحة عن زمن حالات من حمى الوادي المتصدع وليك ما نشروهم يحانوا ميناش حانوا ميناش أخرس ثانيا أنكم تحاولوا عدلوا شي من البيانات وشي من التقارير اللي مشوا المنظمات العالمية معي ما يقولوا فيه شي ما هو خارج. رضا السؤال شنو هو بالضبط؟ يصفوا شي من الخلق. رضا وقتي عاد وافي للأسف أعطيني سؤال محدد نطرحه للضيف. هادو
قلت لك الوقت يعاد ضيق، ندور سؤال محدد. لماذا ذو السيرة الثلاثة؟ لأن قاعدك هذا كيف تسيري؟ جاوبوا عليهم. لا لا، أنت ما تابعت من بدايته، لأن طرحهم علي بنفس التسلسل. قضية الرسالة المسربة وقضية لماذا. قال عنه هو اللي سبب للمرض. ضبطات وكان دموم وفهولات برانات عزلمة. إنهم مسجدنا بها. ماذا البنى التحتية ضبطات يا خالد؟ شكرا شكرا رضا، شاكرك، مرحبا بك سيد سيد رضا. سمعتهم؟ ما سمعتهم حتى. جهدهم تحليل قاع ما هم أسئلة بشكل طبيعي للسؤال. قال عنه لا مشاركة منه هو عنه ماسي عنهم تقصير. ويدور الحالة الحقيقية لكم ما تعودوا تعطوهم للناس المربانيين لهم المنظمات والشعب ما ينعطالهم يعطالهم لا شيء طمئنهم. قضية البنى التحتية للصحة انها ما هي بذاك من الجوده كامله. ضرب مثال بالامم والطفوله انها حايطين بها الوساخ والناموس وذا. على كل حال طب الامم والطفوله ما خالك حد في الواشوط ما يعرف عنه لين يدخلوا بعد يسمر طب محترم ومجهز تجهيز عالي. كانوا هم بعض من النواقص وتم تقلب عليهم. هذا واقعي غير لا يتم دائما هم بعض من النواقص ولا يتم الصحة دائما فيها نواقص ولا يتم التقلب كل زمن زين. لا يخلق تقلب هو فائدة هذا لا تحسن. وإحنا ماشيين عندنا حد يقول الكلام مثلا يقول إن رواية غير يقول لا تعبير مقفولة. مواطن يطرح سؤال صحة المواطنين نحن لا مواطنين كيفته ما أنا خايفين شيء غير مول يقعد ما خالك شيء. شو نحن اللي ما نتكلموا مشكلة اللي ما نتكلموا نقال لكم جاحدين رواية نقال عن نجاح ولين نتكلموا قال عن اللي نقوله ما هو خال مشكلة. كيف تحمى الضنك وحمى الملاريا مثلا حمى الضنك الناموس اللي يوديه يمشي في النهار وحمى الملاريا الناموس اللي يوديه يمشي في الليل. معناه انه فرقوا بينا بعض لا احنا باسم حالي نقدروا نجحد وش من الناموس يمشي في الليل والنهار نقروا بالملاريا اللي ماشي في الليل ظالمة واللي في النهار واللي ما معناها عنا نحن لين وقتي للأسف احنا هم اللاسياني زين لا هي نبقى وطمئنهم في النهاية. على كل حال عن الحال الحمد لله عنها بدأت تحسن وعنهم دولة وسلطاتها كاملين وهيئاتها ووزاراتها والحكومة قابضة إجراءات من أجل خالد تقلب على جميع الأمراض زين. خالد قضية تكفل مع طبيب سيداتي قضية تكفل المريض نسمع منه دقيقة على الأقل. تكفل جاءتنا تعليمات لأن التكفل يعود التام ومجاني للمرضى كاملين وعدلوا قاعة ديزولاسيون عزل فيها مرضى اللي منهم كامل عنده حمى وإنكستوريوريزاسيون سانجين ما هيك نزيف دم أسوأ من أي بلاصة أسوأ رعاب أسوأ لثة أسوأ كذا أسوأ ما هيك أي خروج للدم مع لازم ما هيك متزامن مع حمى أننا عزلوا فيك القاعة اللي نعدلوا تحريات اللي شنو إبيديميولوجيك وبائية وخلاص بس المريض. جيد بروفيسور، بعض المواطنين والكتاب والنشطاء يسألوا لماذا عدد التكفل المعدل له الحمى الوادي المتصدع ما يعد نصه بالنسبة لحمى الضنك اللي أصاب تقريبا جميع سكان العاصمة. تكلفة العلاج يتكلف عند 10,000 إلى 7,000 إلى 15,000. لماذا ما دام مرض منتشر في الفترة ما يعود أقل تسعيرة علاجه منه؟ جميع الأمراض اللي معروف عنها موريتانيا منتشرة كانت تكفل بها مجاني ما خالك شيء أكثر من المصابين بالملاريا. جميع تراب الوطني اليوم علاجاتهم مجانية. أمراض السل مجانية. أصحاب الفشل الكلوي اللي دواوي مجاني. مرض الإيدز مجاني. يعني جميع الأمراض اللي رسميا احنا شاهدناها هذه الحالات الحمى اللي تظهر بعد الحين في الحقيقة مسائل ما يجد حد يجزم بها. السؤال الأخير بس من حين مثلا إياك نطمئن المواطنين أكثر نقول إن ماكل حمى قبل ترقاج اللي هي إما حمى ملاريا ولا ضنك إنها حمى وادي متصدع اللي هي مخيوف منها شنو من الأعراض البسيطة وش تنصح المواطنين بشي عدلوا في حالة أي حد منهم ارتفع درجة حرارته. على كل حال هذا اللي ينقاله بفرنسية لتاغريبان والله الحالة مثلا الحمى والصداع اللي يخلقه في العالم كامل منتشر وعادة قاية يعود ياسر منه موسمي
كل موسم عنده أمراض خاصين به وعنده مسائل خاصة به. نحن فعلا ظهرت بعض من الأمراض في هذا فصل الخريف وناتج عن مسائل، فيها شيء ناتج عن الناموس وفيها ناتج عن المستنقعات وفيها شيء ناتج من الوساخ وفيها شيء ناتج عن عدم بعد قاع الإنسان أنه يحافظ على عنايته والصحي والشخصي، وفيها شيء ناتج حتى أنه فيها شيء ناتج عن بعض التقضية، معناها عن همياس من المعطيات اللي قد تسبب بعض من أوجه الأمراض المختلفة واللي دور لا رجاج يعود من نفسه، هو من نفسه يساهم في صحته، يساهم فيها بماذا؟ أنه يحافظ على ياسم المسائل اللي ضارة بالصحة أنه يتفداها، ومن أبسط قصير اليدين ورقاه تحت الناموسيات، هذا من أبسط المسائل. شكرا جزيلا. والابتعاد عن البرك المائية اللي ملوثة وحكيم عنها أولاده، هذه مسائل إيجابية. واضح. مشاهدي الكرام، للأسف وقت البرنامج انتهى. أشكر البروفيسور شيخ بايول بخيطرات مستشار الوزير ومكلف بالاتصال، شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لطاقم البرنامج في الإخراج خالد الذهبي ومالكسي على الصوت وميمونة يحضيه وباهي دومو ويحيى النهاه ولكل العاملين في إدارة البرامج في قناة الساحة. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي منبر الساحل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا.